هذا واحد فاهم خير حب يبني جامع حب يبني مسجد ودار فيه سكن واحد نطم توما رجعت الملف للمديرية التعمير تاع رخصة البناء قال انا يبني لنا زوج سكنات والله ما نقبلوش. ولي ولاية تيارت يبهدل مدير الشؤون الدينية بعدما طلبوا من متطوع أراد بناء مسجد ومسكن فشرطوا عليه بإضافة مسكن ثاني أو عدم إعطائه رخصة البناء حتى في الخير ويأخذون الرشوة. هذا المدير تم إنهاء مهامه من ولاية تيارات وتم تعيينه في خنشلة بعد هذه الفضيحة واسمه لوصيف توفيق. تابع الفيديو. وراه مدير شؤون دينية وراه المدير الولاية عند اجتماع في الوزارة كيف أنتم قالوا لي في تيارت انتم ديروا التحفظ على واحد فعل خير حبيب يبني جامعة. أول مرة نسمع فيها. أنا راني نقولها لك دوك. اسمع إذا أنت ما تسمعش أنا نسمع ونقولها لك وعلى بينة. هذا واحد فعل خير حب يبني جامع حب يبني مسجد ودار فيه سكن واحد نطم توما رجعت الملف للمديرية التعمير تاع رخصة البناء قال انا يبني لنا زوج سكنات والله ما نقبلوش. هذه جديدة سيدي ولا هذه؟ لا نقولها لك جديدة ونعطيها لك على عينك. رجع له الملف هذا اللي دار عليه تحفظ وإلا ما تمش موافقة انا هاتي الموافقة شباس اوتر التحفظ تاعو. لابد واحد راح يبني جامع مع سكن يتبرع به. لا شؤون دينية قالوا لا انا باش تبني لازم لنا زوج سكنات والله ما تبنيش. هاو السيد متطوع هذا راح يبني انتم ما زيدوا سكن اخر او فعل خير يبني سكن اخر هذا طوع به نقول له لا اول مره انا شو شؤون دينية تتحفظ على رخصة بناء الواحد فعل خير يبني مسجد للاسف فيري فيها هذه وفوري فرن الدوسيه.